مشكلة، أنا راح أكون دوري محامي الشيطان، هون بيسموني. أنا راح أعطيك الحجج المقابلة. طيب يا أخي، أنا تجيني مريضة عمرها 50 70 سنة، ما هو 50 عفوا 70 سنة 80 سنة، بقول لها يا حجي معك كذا كذا كذا، بدي أعمل هيك، تقول لي ما لا. هل يكفي إنه تقول لا لحتى إنه أنا أعتبر إنه هي قرارة، هي قادرة تتخذ القرار؟ لا هلا انت هون وقت بندخل على موضوع قدره المريض على اتخاذ القرارات بحاله، او يسموه الكاباسيتي بالانجليزي، وفي لها شروط انت كطبيب ممكن تتحقق من هذا الشيء. هلا اول شيء المريض لازم يكون قادر على التواصل معك عن القرار اللي هن بدهم اياه، يعني هو قادر على اخبارك بهذا الشيء، والاخبار مو ضروري يكون بالحكي ولكن مثلا يكون بالايماء او اي شيء اخر. والشيء الاخر لازم يكون قادر على فهم المعلومات اللي انت عم تعطيه اياها، وانت فيك تتاكد من هذا الشيء بسؤاله، انه فيك تقول له انه احكي لي عن حالتك المرضيه، او شو قال لك الطبيب الاخر، او انا شو اللي شرحت لك، يعني معلش تقول لي عن حالتك انا بس، يعني هيك انت بتقدر مدى فهم المريض لحالته. وهو قادر، لازم يكون قادر كمان انه يعطيك ريزن او يعطيك سبب لقراره، ولازم كمان يقول لك انه انا مثلا قررت انه انا بدي العلاج نتيجه الشيء الفلاني، وانا قررت ما بدي العلاج نتيجه السبب الفلاني. هلا تقييمك للسبب هون ببين معك انت، مثلا فيك تقول مثلا والله مثلا ام كلثوم قالت انا السبب انه انا بدي غني وانا ما بدي افقد هذا الشيء. بالنسبه لك كطبيب انت ممكن تقول اهلين غناء، في يعني حياتك على المحك، يعني شو بدك بالغناء، ولكن بالنسبه لها هذا الشيء راجع لها، هي اللي بتقرر بهذا الموضوع. والشيء الاخر لازم يكون المريض قادر انه يقول لك شو الكونسيكونسز او شو نتائج القرار اللي هو راح ياخذه. يعني لازم تسأله أنت، هل أنت واعي في حال عدم اختيارك للجراحة شو ممكن يصير معك؟ فأنت لازم تسأله، لازم تستفسر منه، تحدد بناء على هالقصص هي كلها. بما أنك أنت كنت قادر أنك تحدد هالقصص كلها مع المريض، وشفت أنه هو هذا المريض عم ياخذ هذا القرار بناء على شبي بشكل واعي وبشكل له سبب، يعني بشكل منطقي، وإن كان مرفوض بالنسبة لك، ولكن في ناس تتقبله بشكل منطقي، فهذا المريض يعتبر معه الكاباسيتي أو هو قادر على اتخاذ قرارات بحاله.